أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال كلامنا في الحديث الاول من باب في شان ان انزلناه في ليله القدر وتفسيرها من كتاب الكافي الشريف هذا الحديث يتضمن حوارا بين الامام الباقر عليه الصلاه والسلام وبين الياس النبي وقد ذكرنا في حلقات ماضيه أن الله سبحانه وتعالى أطال عمر بعض الأنبياء ومنهم الياس وهو حي يرزق لا زال كما أن الله أطال عمر عيسى وإدريس وهما حيان يرزقان في السماء كما أطال عمر الخضر وهو حي يرزق وصلنا إلى بحث التقية حيث ذكر الإمام الباقر -عليه الصلاة والسلام- أن الأئمة -عليهم الصلاة والسلام- أحيانًا في تقية، فلذلك قد لا يبينون بعضًا من علومهم لعامة الناس، وإنما بينوها لخواص أصحابهم. أو بيّنوا بعضا منها ولكن في زمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا تقية لأن الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب لغلبة الإمام المهدي على جميع الظالمين فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا وحينئذ لا يوجد ما يخاف منه ومن يخاف منه كي يتقيه الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبهذه المناسبه يذكر الامام الباقر عليه الصلاه والسلام بعضا من الامور التي ترتبط بزمان ظهور الامام المهدي فيقول: فوددت أن عينك تكون مع مهدي هذه الأمة والملائكة بسيوف آل داود بين السماء والأرض تعذب أرواح الكفرة من الأموات وتلحق بهم أرواح أشباههم من الأحياء ثم أخرج سيفا ثم قال ها إن هذا منها فقال ابي اي والذي اصطفى محمدا على البشر فرد الرجل اعتجاره وقال انا الياس ما سالتك عن امرك وبي منه جهاله غير اني احببت ان يكون هذا الحديث قوه لاصحابك هذا المقطع من الحديث الشريف يتضمن عده امور نذكرها في هذه الحلقه باختصار الامر الاول ان الله سبحانه وتعالى ادخر المهدي لاخر الزمان وادخر معه بعض الانبياء والاولياء الله سبحانه وتعالى ادخر عيسى، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بعد ظهور الإمام المهدي ينزل من السماء، لأن الله رفع عيسى إلى السماء بل رفعه الله إليه كما في القرآن الكريم فينزل بعد الظهور والمهدي في بيت المقدس فياتم بالمهدي وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يتوفاه فعيسى لا زال حيا لحد الان اكثر من الفي عام ادخره الله لذلك اليوم وكذلك الياس من الانبياء وان الياس لمن المرسلين. الله سبحانه وتعالى ادخره لم يمت وهو حي لحد الان وسيظهر مع الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكذلك الخضر طبعا بالنسبه الى الخضر اكو كلام هل هو كان من الانبياء او لم يكن نبيا وإنما كان عبدا امتحن الله قلبه وعلى كل حال هو حي لحد الآن هؤلاء الله سبحانه وتعالى ادخرهم ليوم ظهور المهدي كما ادخر المهدي أيضا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مولود في سنة مائتين وخمس يعني الآن أكثر من ألف ومائة عام من ولادته عجل الله تعالى فرجه الشريف طبعا عمر عيسى وعمر إلياس وعمر الخضر أكثر من عمر الإمام المهدي لكن الله سبحانه وتعالى ادخره لآخر الزمان وكذلك الله سبحانه وتعالى يحيي بعضا من الاموات حسب الروايات الصحيحه كأصحاب الكهف اصحاب الكهف هؤلاء ناموا ثلاثمائة وتسعة اعوام ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة لكن بعد ان استيقظوا ووجدوا ما وجدوا عادوا وماتوا لكن الله سبحانه وتعالى يحييهم بقدرته في زمن الظهور ليكونوا من اصحاب الامام المهدي. عجل الله تعالى فرجه الشريف. على كل حال الياس احد هؤلاء وفي هذا الحديث اشاره الى ذلك اخرج سيفه والامام الباقر عليه الصلاه والسلام قال ان هذا السيف احدى تلك السيوف التي تنصر الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا البحث الاول. البحث الثاني حول ان الامام حينما يظهر كيف يتغلب على الاعداء؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه واله وامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام حينما قاتلهم الاعداء استعملوا الوسائل الطبيعيه، لكن الله سبحانه وتعالى احيانا بطريقه اعجازيه نصر، طبعا هو النصر دائما من عند الله سبحانه وتعالى، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، لكن احيانا الله سبحانه وتعالى بطريقة غير طبيعية يعني بالطريقة الإعجازية نصر رسول الله صلى الله عليه واله كما أنه نصر بعض الأنبياء أحيانا بالطرق الإعجازية وإن كان الأصل والقاعدة العامة أن الأنبياء والأوصياء ساروا بالطرق الطبيعية يعني مثلا الله نصر موسى على فرعون بطريقة إعجازية حيث عبر بنو اسرائيل البحر بعد أن شق بطريقة إعجازية وحينما توسط فرعون وال فرعون البحر أطبق البحر عليهم فأغرقوا وبذلك انتصر موسى عليه السلام على فرعون وملئه الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر ارسل الملائكه وهؤلاء الملائكه نصروا رسول الله صلى الله عليه واله وكانت الغلبة بذلك وفي معركه احد ايضا وعدوا بالنصر بشرط ان يلتزموا ويطيعوا بل ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين الله سبحانه وتعالى في احد ايضا وعدهم بشرط الصبر والتقوى لكن الاكثر لم يصبر ولم يتق فالله سبحانه وتعالى لم ينزل نصره عليهم زين الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة لنصرة رسوله في يوم بدر ونصروه في يوم عاشوراء الله سبحانه وتعالى تكريما للإمام الحسين عليه السلام حسب ما ثبت في الأدلة الصحيحة أرسل أربعة آلاف ملك لينصروا الإمام الحسين تشريفا لكن الإمام الحسين كان يعلم بأن الله سبحانه وتعالى يريد شهادته، وإنما كان إرسال الملائكة تشريفا له، نظير مثلا أحيانا أب مريض يقول لابنه: اذهب مثلا لا تخدمني اذهب على أعمالك. لكن الابن يعلم بأن أباه يريد أن يبقى ابنه عنده ويريد أن يخدمه لكن حياء من ابنه أو لأي جهة أخرى يقول له اذهب مثلا معاملة أدبية أخلاقية هذا كتقريب المسألة إلى فأرسل أربعة آلاف ملك الإمام الحسين ليكونوا تحت إمرته لكن الإمام الحسين أمرهم بأن يرجعوا، فرجعوا إلى السماء. الله سبحانه وتعالى مرة أخرى أرسلهم حينما وصلوا إلى الأرض، كان ذلك بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يلزموا قبر الحسين، فهؤلاء الأربعة آلاف ملك أطراف قبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يبكون يصلون يزورون وثواب اعمالهم تكتب لزوار الامام الحسين عليه السلام الى يوم الظهور حينما يظهر الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هؤلاء الاربعه الاف ينصرونه طبعا في الروايات اكثر من هؤلاء ملائكه اخرين ايضا ينصرون الامام المهدي لكن هؤلاء الأربعة آلاف منهم أكو في حديث في كامل الزيارات وفي كمال الدين عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول كأني أنظر إلى القائم على ظهر النجف يذكر مواصفات وخصوصيات إلى أن يقول فإذا نشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله إن حط عليه ثلاثة عشر ألف ملك وثلاثة عشر ملكا يعني ثلاثة عشر ألف وثلاثة عشر ملك هؤلاء ينزلون عليه ثم الحديث يذكر أوصاف هؤلاء الملائكة زين هؤلاء الملائكة ماذا يصنعون؟ هؤلاء ينصرون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فيسيطر على الكرة الارضية بنصر الله سبحانه وتعالى. الان بحث اخر موجود انه الامام المهدي يسير كما سار رسول الله صلى الله عليه واله. الرسول في حروبه كان يحاول تقليل الخسائر. بمعنى انه في تلك الحروب أعداد القتلى تكون قليلة أما بالنسبة إلى جيش المسلمين فواضح لأنه كان يريد أن يحتفظ بهم وأما بالنسبة إلى جيوش الكفار أيضا الرسول كان يريد تقليل الخسائر وطمعا في إسلامهم إن هؤلاء كثير منهم الذين حاربوا الرسول صلى الله عليه وآله بعد ذلك أسلموا ظروف مؤاتية جاءت فأسلموا جن إذا كان يقتل في الحروب كان من أهل جهنم الرسول صلى الله عليه وآله لأنه رحمة للعالمين كان يريد أن تتهيأ الظروف المؤاتية ليسلم هؤلاء ثم ليؤمنوا ليكونوا من أهل الجنة وكان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون كذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله فالقتلى يكون عددهم قليلا وبعض هؤلاء القتلى يقتلون بيد الملائكة طبعا هو بشكل عام الملائكة هم الذين يقبضون أرواح الناس كما قال سبحانه وتعالى توفته رسلنا طبعا هؤلاء الرسل تحت امره ملك الموت ولذا الله سبحانه وتعالى يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وطبعا ملك الموت ينطلق في عمله بامر من الله سبحانه وتعالى ولذا يقول الله يتوفى الانفس حين موتها الله يأمر ملك الموت وملك الموت له أعوان زين هؤلاء الملائكه يقبضون ارواح الكفره الذين يقاتلون الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف طبعا هؤلاء الكفره حينما تقبض ارواحهم يعذبون في قبض الروح يعذب وما بعد قبض الروح يعذب الايات القرانيه تدل على ذلك عذاب القبر دلت عليه الايات القرانيه وحتى عذاب قبل القبر بمجرد الموت وحين الموت الكفار يعذبون يضربون وجوههم وادبارهم الله سبحانه وتعالى يقول حول الكفار الذين قتلوا في معركه بدر الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم هذا تعذيب من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكفرة الملائكة في زمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقبضون أرواح هؤلاء الكفرة يقتلونهم بسيوفهم يقبضون أرواحهم ويعذبونهم والمهدي عجل, الله والمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ينظر اليهم والامام هنا يقول فوددت ان عينك تكون مع مهدي هذه الامه والملائكه بسيوف ال داوود بين السماء والارض تعذب ارواح الكفره من الاموات وتلحق بهم ارواح اشباههم من الاحياء طبعا نحن لا نرى الملائكة إلا حين وفاتنا، الإنسان لا يرى الملائكة. نعم، الرسل يرون الملائكة. لكن نحن لا نرى الملائكة إلا حين الوفاة. الله سبحانه وتعالى يقول: فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم حديد، هذا للمحتضر يقال. في لحظة موته بصرك حديد يعني حاد ترى ما لا تراه لماذا؟ لأن الإنسان حدود حواسه هذه مقيده حتى الأمور الطبيعية الآن نحن جالسون ها هنا في هذه الصالة في هذه الصالة مليئة هذه الصالة بالامواج، امواج الهواتف النقالة، الامواج الاذاعية، امواج التلفزيون وامواج اخرى، لكن نحن اسماعنا لا تلتقط هذه الاصوات التي هي في الامواج، عيننا لا يرى الصور التي تحملها هذه الامواج، لماذا؟ لان هذه الاسماع وهذه الابصار مقيدة بحدود لكن تجيب جهاز اسمه التلفاز تجيب جهاز اسمه المذياع تجيب جهاز اسمه الهاتف الخليوي مثلا تجيب أجهزة أخرى هذه الأجهزة تلتقط فنحن عبر هذه الأجهزة نتمكن من أن نرى وأن نسمع الملائكة الآن موجودون كل واحد منا معه ملائكة معه شياطين إنه بالنسبة إلى إبليس، الله سبحانه وتعالى يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. بالنسبة للملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك من الطرف الأيمن وملك من الطرف الأيسر، يكتبان ما يقوله وما يعمله الإنسان. إنا كنا نستنسخ يعني نأمر الملائكة أن يكتبوا وفي يوم القيامة الكتاب يكون حاضرا للمؤمن بيمينه وللكافر بشماله زين الله سبحانه وتعالى جعل غطاء لا نرى امور ترتبط بعالم اخر لكن حين الموت يرفع هذا الغطاء فالانسان بروحه يرى الملائكة يرى الشياطين يرى النعيم يرى العذاب اما بالنسبه الى المعصومين عليهم الصلاه والسلام فالله سبحانه وتعالى اكرمهم بانه احيانا كان يرفع الغطاء عنهم فكانوا يستمعون الى اصوات الملائكه واحيانا كانوا يرون الملائكه فالامام الباقر في هذا الحديث يقول بانه انا احب انت يا الياس ان تكون في تلك اللحظه الذي الملائكه يعذبون اموات الكفار ويقبضون ارواح الاحياء من الكفار فتجد ارواحهم كيف تعذب لانه الانسان احيانا في قلبه غيظ بالنسبه الى الكفار لسوء افعالهم فحينما يرى ما يصابون به في الاخره يشفي غيظه هذه الرؤيه تشفي غيظه ويشفي صدور قوم مؤمنين حتى في يوم القيامه المؤمنون من الجنة يطلعون فينظرون إلى الكفار وهم معذبون، ولعل السبب في ذلك أولاً لكي يعلموا بعظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم حيث هداهم للإيمان وهداهم إلى طريق الجنة، لأن الإنسان حينما يرى شخص معذب وهو في نعيم يدرك عمق هذه النعمه، هذه من جهه، من جهه اخرى هذا الشفاء لصدور المؤمنين في الدنيا كانوا معذبين، مطاردين، مضطهدين، حقوقهم مسلوبه بسبب الكفره والفسق والفجره، فالان في الاخره فاطلع فراه في سواء الجحيم يرى ذلك ينال عقابه العادل. فوددت أن عينك مع مهدي هذه الأمة والملائكة بسيوف آل داود بين السماء والأرض تعذب أرواح الكفرة من الأموات وتلحق بهم أرواح أشباههم من الأحياء زين لماذا هنا يقول بسيوف آل داود آل داود من يعني داود وسليمان آل داود يعني آل داود وآله آل داود من هو؟ سليمان زين لماذا هنا يقول بسيوف آل داود لعله لأن داود وسليمان الله سبحانه وتعالى هيأ لهم الوسائل الغيبية للسيطرة على ملكهم وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فالله سبحانه وتعالى سخر له الريح سخر له الجن وايضا امر بعضا من الملائكه بان ينصرونه اولئك الملائكه الذين نصروا داوود على اعدائه نصروا سليمان على أعدائه هؤلاء يكونون مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وبنفس تلك السيوف الأدوات الذين قتلوا بها وقبضوا أرواح الكفرة الذين حاربوا سليمان وداود بنفس تلك الأدوات يحاربون أعداء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف طبعا الياس احد الذين ينصرون الامام المهدي لذا في الحديث كما ذكرنا ثم اخرج سيفا ثم قال ها ان هذا منها فحينئذ نصل الى نتيجه انه الامام المهدي حينما يظهر والله سبحانه وتعالى ينصره بطريقة إعجازية حينئذ لا خوف من أحد فلذلك ترتفع التقية في ذلك الزمان ولكن في زمان آباء الإمام المهدي زمان الظالمين من بني أمية وبني العباس وهؤلاء كانوا طغاة متجبرون لا يسمحون لأية معارضة حتى في بعض المسائل العلمية مسائل فقهية بس مسائل فقهية لا تعارض سلطانهم لكنهم متجبرون المتجبر لا يتحمل اي واحد يخالفه ولو في شيء لا يضره في ملكه ما يقبل الان حتى الان انت تشوف الان في بعض الدول المستبدون والطغاة لا يسمحون بأفكار تخالف افكارهم حتى اذا تلك الافكار لم تكن تعارض سلطانهم ما يتحمل طاغي فلذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام كانوا في تقيه احيانا لم يتمكنوا من بيان الحكم الواقعي لعامه الناس. لكن في زمان الامام المهدي ينتهي دور الجبابره والطغاة والمستبدون والامام عليه الصلاه والسلام يقضي على حكمهم فينشر العدل في كل ربوع الارض وحينئذ يتمكن الناس من تعلم الاحكام الواقعيه والامام عجل الله تعالى فرجه الشريف وولاته يبينون الاحكام الواقعيه وغير الاحكام من العلوم الاخرى من غير مانع من احد هذا قسم من هذا الحديث الشريف وللحديث تتمه سنذكرها في حلقات لاحقه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين